5 جويلية هذا اليوم نفتخر به. هذا يوم كما يقول لك اكسيبسيونال، هذا يوم اللي كما يقول لك لازم الشعب الجزائري كاع المواطنين يحتفلوا بهذا اليوم، لان هذا اليوم يوم عظيم اللي استقلينا فيه واسترجع الجزائر استرجعت السياده الوطنيه نتاعها. وكما يقول لك ما نجموش نزيدوا نعبروا اكثر من هاك، هذا كما يقول لك يوم وطني اكسيبسيونال، لازم الشوارع الجزائريه يكون فيها كاع الاعلام العالم الوطني في كل النوافذ في كل الشرف في كل الشوارع، وباش نحيو انصومبل كاع في رحبه ان شاء الله 5 جويليه، لان 5 جويليه يوم عظيم.